عايز اخد برضو من كلامك عشان الناس تعرف. انا اتكلمت ان البطوله كانت بطوله صعبه لاسباب غير كورونا، لان كورونا على الجميع. البطوله كانت صعبه زي ما انت قلت كده بالظبط، في ان التحديات الكبيره جدا على مستوى انتقاد الإدارة، وعلى مستوى انتقاد بعض اللاعبين، وعلى الشائعات من شكل أو آخر، وإنك بتركز جدا. ونقطة أنت مهمة جدا قلتها ويمكن لفت انتباهي، إن أنتوا كمان كلعيبة وكإدارة فنية بصيتوا لردود أفعال مجلس إدارتنا وإزاي يتعاملوا مع الموقف ومع الجدل دوت ومع التحدي ده بكل ثبات. خلينا نتكلم بشكل هو ده النادي الاهلي، وبالتالي ده اداكوا كمان حافز انكم تمشوا على نفس الخط يعني. طبعا، وزي ما حضرتك قلت ده تحدي كبير جدا، واحنا دايما بناخد المثل من الاكبر. يعني لما يكون قدوتنا ورئيسنا وكابتن محمود الخطيب افضل من لعب كوره في تاريخ الكوره المصريه كلها، وواحد بيعمل كل جهد عشان النادي الاهلي يفضل رقم واحد، حتى كلامه معانا وكلامه مع اللعيبه ان هو بيشيل كل الضغوط اللي بتحصل على النادي، تحمل حاجات كتيره جدا. مفيش اي يعني انا اعتقد يعني ان مفيش اي حد يقدر. كنت شايف ان الضغوط كبيره جدا. والتحديات كانت كبيره. اصل الضغوط والتحديات ديت مش يعني مرتبطه بحاجات تمس بقى الشخص نفسه، تمس كرامته. مش احنا بنلعب رياضه في الاول والاخر يا كابتن، وحضرتك عارف طبعا احنا بنلعب رياضه، احنا ما بنلعبش يعني حاجه او دخلنا في منافسه غير اخلاقيه وحاجات بره الكوره شكلها مش حلو. ازاي الواحد قدام اولاده او قدام اصحابه؟ انا في عيلتي في ناس زملكاويه وفي ناس اهلاويه وفي ناس بتشجع الاسماعيلي، طبيعي اصحابي كل الناس يعني. انما عمر ما كان في تجاوز، عمر ما كان في ان الناس يبقى في الصراعات ديت. احنا وصلنا لمرحله ان انا ممكن اختلف مع اخويا عشان هو بيشجع نادي معين. بالعكس، احنا اصحابنا، وحضرتك برضو نفس القصه، اصحابك كتير من ناس الزمالك. انا عندي اصحاب كتير جدا من ناس الزمالك، عندي مدربين لهم فضل عليا من ناس الزمالك، كابتن ابو رجيله، كابتن فاروق جعفر، كابتن محمد صلاح. انا اول واحد اشتغلت معاه في الدوري الممتاز كان كابتن عبد الحميد بسيوني، واحد زملكاوي. احنا علاقاتنا دايما بنادي الزمالك وكل الانديه الحمد لله، ما عمر ما يبقى فيه تجاوز. فاللي انت توصل للمرحله دي واللي انت تدخل الرياضه في حته تانية خالص، فاعتقد دي كان الموضوع صعب جدا.